قال وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عليهم وسلامه عليه وصلى الله عليه محمد. يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، وزيارة قبور بشكل عام مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فيستحب للإنسان أن يزور القبور، خاصة إذا كان هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب للإنسان. لكن إذا دخل المسجد يبدأ بتحية المسجد أول شيء، أول شيء يحيي المسجد، يصلي ركعتين ثم يذهب ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه.